واحنا بنتكلم كده لازم او لا نستطيع ان احنا نبعد انظارنا ابدا عن شهيد فلسطين، شهيد العروبة، شهيد الإنسانية، يوسف محمد أبو موسى. معانا على التليفون الدكتور محمد أبو موسى، والد الشهيد يوسف. البقية في حياتك قلبنا معاك، نحتسب عند الله شهيد. أهلا بيك يا دكتور محمد. أهلا بيك أستاذ يوسف، بقاء لله البقية في حياتك. البقية في حياتك والبقاء لله، ونعلم جيدا حجم صمتكم على الأراضي الفلسطينية، وثق إن في 105 مليون بني آدم في مصر في ظهركم، ثق من ذلك. الله يخليك أستاذ، والله هو الدم واحد. وما دام حكيت في النقطة هذه، أنا أحب أقول لك إن يوسف معاه جنسية مصرية، ولدته معاه الجنسية المصرية عن طريق الأم، وجدته أو التيتا في مصر حاليا. وهي ما شفتوش بعد ما استشهد يعني. والله حتى لو لم يكن يعني والدة يوسف لديها أصول مصرية، فإحنا بالتأكيد نعتبره مصري كما نعتبر المصري فلسطيني يا دكتور محمد. والله شرف يا أستاذ يوسف. لا ده إحنا اللي نتشرف. دكتور محمد، أنا عايز أعرف التفاصيل، إيه اللي جرى؟ أنا أعلم إنه يعني في وقت القصف حضرتك كنت تقوم بمهامك كطبيب في المستشفى اللي بتعمل بيه، لكن ايه اللي جرى؟ والله يا استاذ يوسف اللي بصير القصف يعني في اي وقت في اي لحظه، وبشكل يعني ما في هدف معين، ممكن ينضرب اي بيت. انا كنت في دوامي وصار القصف، وانا يعني مضطر حبيت اطمن من المكان بعيد، فاتصلت في البيت. لما مسك الخط معي، انقطع الخط، سمعت صراخ وزعيق هيك. فبصراحه انا توترت جدا ساعتها، ورحت اجري على الاستقبال الطوارئ يعني اشوف. انا حاولت اتصل اكثر من مره، ما كانش تمسك معي الشبكه. لما مسكت سمعت صوت الصراخ زي ما حكيت. رحت اجري استقبال الطوارئ، لقيت زوجتي وبنتي ومعهم حميد ابني جوري وزوجتي روان. ف على طول جريت عليهم، يعني هذا المشهد يعني اللي يمكن اغلبكم شافوا. صحيح. بديت اطمن عليهم، بعدين سالت الناس اللي جابوا الاصابات والاسعافات والمسعفين وين يوسف؟ ما حدا راضي يجاوبني. وكانت هذه بدايه يعني بدايه انه انا يعني بديت افقد اعصابي واتوتر، يعني ولا واحد راضي يجاوبني وين يوسف. اجري من غرفه لغرفه، وين يوسف؟ زمايلي اللي يعرفوني يعرفوا، ولادي واحد يشوفه يعطيني نظرة. أنا يعني أقول لك يا رب لا حد يكون في مكاني. ما في إنسان يتعرض للحظة هذه اللي أنا تعرضت لها، والكل بيحاول إنه يشرب من سؤالي. لأن وقفني واحد من المصورين اللي صور الإصابات، وصار يعرف لي الصور الإصابات اللي جت. فمرت صورة عرفت إنه هذا يوسف ابني من الملابس. وشو كان مغطى، فقلت أيوه هذا الطفل وين؟ حز راس المصور ومش راضي يجاوب. واحد من اللي واقفين ورا قال انا هذا الطفل انا اللي شلته وديته على الثلاجه. ودوه على الثلاجه يعني على المشرحه. هذه كانت بدايه ما تلقيت الخبر انا يعني. الصدمه علي والصاعقه نزلت علي لما سمعت هذا الكلام. بعدين رحت على المشرحه ولقيت يوسف وابن عمه وابن عمه الكبير ومرت اخوي. وابن عمه طبعا اللي هو من جيله يعني اكبر مني بسنتين، وابن اخوي الكبير وزوجته كلهم كانوا في المشرحه. وهذه كانت يعني الصدمه الكبيره اللي انا شفتها. يعني انا طبعا لما وصلت المشرحه الصراحه انا يعني لقيت زمايلي واقفين يستنوني هناك، فوقفت هم بيطلعوا في يعني بشفقه يعني. وقفت ما كنتش حابب اني امشي اشوف المنظر يعني، خلاص وقفت وخلاص يعني. لكن هم نصفوني ورحت انا اشوف الاولاد ومن ضمنهم كان يوسف معاهم. أنا مش عارف أقول لك إيه. هو فين كان يوسف في وقت ما كانت هذه الغارة؟ كان في البيت. في البيت. كان في البيت هو اللي انضرب. يعني تم قصف المنزل. بالضبط البيت، بيتي أنا طابق ثالث، دور ثالث، وأخوي دور رابع. صاروخ ضرب في بيت أخوي، صاروخ ضرب في بيتي أنا. هذا اللي صار. أنا مش عارف يعني، سألت
مش اكثر من مره كيف الاولاد قالت انه كانوا هم قاعدين يعني متعودين القعده اللي هم يقعدوها في البيت نفس الطريقه. لكن يوسف كان واقف يعني هم كانوا متمددين على السجاده يحضروا التلفزيون او كذا او يلعبوا، يوسف كان واقف في اللحظه هذه. وكان نصيبه يعني انه هو اللي يكون انه ربنا يعني ياخذه. الله يرحمه، شهيد يتشفع للكل، شهيد يتشفع للكل. وأنت الآن يا دكتور محمد لا زلت تقوم بعملك كطبيب وتحاول إغاثة المصابين. صحيح، حاليا أنا في المستشفى، أنا بكلمك أنا في ساحة مستشفى ناصر. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه يا رب. قلبي معاك يا دكتور محمد والبقية في حياتك، وربنا يخلي كل الولاد. أشكرك، الله يخليك. أشكرك دكتور محمد أبو موسى والد الطفل الشهيد يوسف.